جابوا مترجمة فكت بالكتاب وكل كلمة قالها المأذون اترجمت للحضور. مشهد أول مرة هتشوفه في عقد قران عروسين، مش هتصدق اللي حصل. مقطع فيديو نشر الشيخ أسامة أبيل وقت عقد قران لعروسين، واللي شهد على موقف غريب مش بنشوفه كتير في الأفراح المصرية، وهو وجود مترجمة استعان بها الشيخ أسامة في ترجمة مراسم عقد القران، وده بسبب الحضور اللي من جنسيات مختلفة. الشيخ أسامة علق على الفيديو قال: أول كتب كتاب بحضور مترجمة، وظهرت المترجمة في الفيديو كانت قاعدة جنب ترابيزة عقد القران وبدأت تترجم المراسم في كل كلمة قالها الشيخ أسامة، واللي كانت مفاجأة لكل الحضور. لكن لافتة كانت طيبة منه المسؤول الفرح، خصوصا ان في جنسيات تانية موجودة وكان لازم الكل يشهد على عقد القران بالشكل ده، وفعلا حصل اللي كان متوقع المأذون الشهير، والمعازيم كلهم بدأوا يتفاعلوا مع اللي حصل في كتب الكتاب وسط أجواء من البهجة والسعادة كانت مالية الفيديو. مش بس كده، لكن المأذون الشهير أسامة أبيل حاول انه يمدح العريس وقال له وقت عقد القران: نفسك في حاجه قبل ما تتجوز، قدامك 30 ثانيه بس وبعد كده هتكون في قائمه المتزوجين. لكن العريس دخل في وصل الضحك وقال له لا مش عاوز حاجه. من المشاهد كمان اللي ظهرت في عقد القران كانت في تاثر العروسه اللي اول ما سمعت موافقه والدها وكمان ترديد العريس لكلام المأذون ومراسم كتب الكتاب دخلت في نوبه بكاء وحاولت انها تدارك بعها بسبب تاثرها. بحسب المقربين من العروسين فهم بينهم قصه حب كبيره، وان اليوم ده كانوا بيتمنوا، ووجود المترجمة في اليوم ده كان لازم علشان الناس تحس معاهم بالاجواء اللي بتحصل وعقد القران. مش بس كده، لكن كمان ان اليوم كله كان مليان بتفاصيل كتيرة مختلفة عن اي فرح او كتب كتاب تاني. المثير كمان في الفيديو هو حرص المأذون على ترجمة عقد القران بالكامل، مش بس مراسم وكلام العريس وابو العروسة، لكن كمان كان بيشرح كل اللي حصل. زي اللي قال في الفيديو: شفنا دلوقتي العريس خالد بيوافق على زواج من لوزان، وزي ما قال برضو شفنا دلوقتي ابو العروسة بيوافق على زواج بنته من خالد. مش بس كده، لكن كمان في الفيديو حرص المأذون أسامة على انه يشارك المعازيم بالدعاء الشهير اللي بيحصل في كل كتب الكتاب، وهو: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وفعلا عدد كبير من المعازيم بدأوا يرددوا وراء الدعاء الشهير والمباركة للعريس والعروسة اللي كانوا في قمة سعادتهم في الفيديو. ده غير كمان ان في لفتة غير متوقعة من الشيخ أسامة، وبعد انتهاء كتب الكتاب طلب من المعازيم طلب مفاجئ وقال لهم يلا بقى سمعونا زغروته حلوة، وفعلا بدأوا يزغرطوا. لكن يا ترى هل دي أول مرة يكون في مترجمة في كتب الكتاب؟ وهل اللي حصل في كتب الكتاب ده صح ولا غلط؟